هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ شكرا لك، كيف صحتك؟ الحمد لله. شو محضرنا اليوم بحلقة سبيشال انجريدينتس؟ اليوم حنحكي عن الكرامبري أما توت البري، في ناس بسموه الحملاس. فتوت البري الكرامبري اليوم ما لقيت ما لقيت طازة، فجبت معي ناشف. جبت معي مجلد. اوكي. فحنستعمل اليوم نعمل طبخات نشوف هال الانجريدينت المميز كثير انه سوبر فود كمان، كيف فينا نستعمله طبقات معينه، كيف فينا نفوته بوجباتنا اليوميه من فطور هلا، اما حتى بالشيكس تبعنا بالاكل مع الدجاج مع بالحلو، فعنده كذا طريقه فينا نستعمله. الكرامبري هو فواكه حمراء بالاجمال، كل الفواكه حمراء هي انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده، هو من عائله التوت، من عائله التوت البري. ف مجرد انه فواكه حمراء عنده بيكون عنده مضاد للاكسده للاجسام، زياده انه الكرامبري لما التوت البري عالي كثير فيتامين سي والفيتامين اي، الفيتامين سي اكيد نحن بنعرف انه هو بنشط الجسم بيعلم المتابوليزم 100%، فلذلك اكيد الكرامبري لازم يكون موجود بوجباتنا اليوميه. حتى عصير الكرامبري اللي هو من كثير مشهور ويستعمل كثير بعالم المطاعم، لازم كمان بنصح اكيد انا كل شخص ببيته يكون عنده كرامبري بالبيت، يشرب عصير الكرامبري الصبح مع الميوزلي مع البدل، يعني اورنج جوس يوم نغير على كرامبري لانه كمان بنشط الجسم بطريقه جيده. اوكي. اليوم حنعمل طبق بالسمك بالسالمون، حنعمل كيورينج للسالمون، يعني الكيورينج هي حنكويها بالملح وبالعصير ونحط حدا كرامبري غلش، بعدين حنحط حنعمل دجاج مع الكرامبري وحنعمل ميبل، حنعمل عفوا كرامبري مع العسل كيك بودينج حلو ونخبزه. هلا حنبلش بصحن الدجاج. اوكي. حيكون مكون من كرامبري زيد عليها رازبري، انا زياده مشان اعطيها نكهه اكثر، الرازبري كمان هو من انواع التوت مزبوط. فعملنا تشكيله فيها سبانخ فيها دجاج فيها عصير اورنج فيها عصير كرامبري فيها بلسميك فينيجر، هيك يعني تكون طبخه نكهتها قويه كمان قويه وحلوه ومع دجاج. اول شيء حناخذ نفهم بصل يعني حتى هلا عم نشوف الكرامبري داخل بتركيبه ادويه كثير 100%، حتى بنشوف بيلز يعني حبوب كرامبري مصنعه من الكرامبري الخالصه، واسمها كمان كرامبري، غير انه عملت ريسيرش وعرفت انه الكرامبري كان داخل الطب البديل من زمان، هو امريكا يمكن بتجي الكرامبري من الهنود الامريكان، يعني اللي كانوا عايشين بجنوب امريكا اما بشمال امريكا الامريكان انديان. هلا حناخذ نعمل حشوه لنحشي صدر دجاج، زيت زيتون، حنعمل سبانخ سوتيه مع بصل وثوم بنحشي فيها صدر دجاج، بعدين حنتبل صدر دجاج ونحمره ونحطه بالفرن وبعدين نعمل الصوص تبع الدجاج. حلو هيدا الطبق يعني بغذي وطيب بنفس الوقت 100%، سبانخ ما ننسى قد ايه مهمه للجسم، فعلى طول ما نجرب نجمع انجريدينتس مواد كلها تكون صحيه بالجسم، يعني ما اذا بعمل انا طبق صحي ما اجبر انه يكون ما بقلبه زيت ما بقلبه ما ادري شو شيء بيقولوا فات او كذا، بس نفس الوقت اذا نفكر انه اذا عم بعمل طبق صحي ما اكل معه بطاطا مقليه مثلا اذا عم بهتم فعلا بصحتي، اما ما اكل معه اشياء مقليه، اما ما اكل معه دجاج مقلي، لا فعلا يعني هيدا الطبق طيب وغني مثل ما قلنا بالمكونات الغذائيه، على طول يعني بيكون عندنا فكره براسنا انه كل شيء صحي كل شيء بفيدنا يمكن بيكون منه طيب، لا انا بحس هيدا الطبق بالعكس هلا حندوقيه بعد شوي وطعمته كله طعمات مختلفه وغنيه 100%، سبانخ اكيد بنشيل منها المي عاليه بالحديد والالياف 100%، إذا استعملنا سبانخ مجلدة كمان نفس الشيء، خليها تحل من الثلج على مهلها ونشيل منها المي زيادة، بس كمان مستحسن إنه نستعمل سبانخ طازج إذا وجدت 100%. هي البصل يلا أنا دوخ لك إياهم، خلص ضيفه ولا؟
بس خليهم شوي شيئا. هيدا السبانخ تبعنا.